قال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى إن مملكة البحرين قد شهدت ازدهارا وحراكا ثقافيا وعلميا في العهد الزاهر لسيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي كان له انعكاسات واضحة على تطور ونمو البحث العلمي بمختلف أشكاله والذي كان له الأثر الواضح في ازدياد عدد المفكرين والباحثين وازدياد عدد مؤلفاتهم والتي كان لها الدور في تعزيز المكانة التي واصلت إليها البحرين على الصعيد الدولي كدولة تهتم بالبحث والمعرفة والثقافة. جاء ذلك لدى استقبال سموه بمجلسه العامر بقصر الوادي الباحث كمال محمد بو كمال الذي أهدى سموه نسخة من كتابه بعنوان نجوم في ظلال المدينة والذي تناول فيه تاريخ بداية حكاية الرياضة بمدينة عيسى إحدى المدن التي أنشئت في عهد الموفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثرى. كما تضمن الكتاب مراحل النمو والتطور التي شهدتها الرياضة في هذه المدينة من عام 1967 وحتى عام 1976 والفرق التي تكونت في ذلك الوقت بالإضافة إلى نبذة عن تأسيس نادي مدينة عيسى وأهم الرجالات الذين كان لهم دور كبير في عملية التأسيس. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بهذا المؤلف المميز الذي يحكي سيرة عطرة وحافلة للنادي الذي شهد نموا سريعا للرياضة ما ساهم في تميزها واحتضانها لرجالات قد ساهموا في تطور الرياضة البحرينية والنقلة الكبيرة التي شهدتها المملكة منذ تلك الفترة وحتى يومنا الحاضر. معربا سموه عن تمنياته للباحث بدوام التوفيق والنجاح في مسيرته البحثية القادمة. من جانبه عرب الباحث كمال محمد بو كمال عن شكره العميق وامتنانه الكبير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مبينا أن هذا الكتاب يوثق مراحل تاريخية للنمو والازدهار التي شهدتها الرياضة بمملكة البحرين وبخاصة النادي مدينة عيسى أحد الأندية العريقة في المملكة منوها إلى أنه يمكن اعتبار هذا الكتاب مرجعا يبين الكثير من الحقائق والوقائع الجميلة والرائعة للأجيال القادمة من أعضاء ولاعبين وجميع منتسبي النادي في ذلك الوقت.